اللي اجتهدت واشتغلت مدة 11 يوم على هذا العمل الإنساني، والذي إن شاء الله بيستفيدوا منه أكثر من 100,000 عائلة حول العالم بإذن الله بمؤسسات الإنسانية داخل الدولة بالتنسيق مع مؤسسات دولية. فإحنا اليوم عطينا الفرصة للمحسنين والمتبرعين حول العالم أن يشاركوك الفرحة، وما في شيء غريب على دولة الإمارات في أي مبادرة يحققونها بسرعة وبأتم تجهيز. اليوم الألعاب تحتاج أن تكمل المبلغ 10 مليون دولار، وإحنا بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس هيئة الهلال الأحمر، الهيئة هيئة الهلال الأحمر تتبرع ب1,100,000 دولار لصالح الحملة ولسداد جميع المبلغ، وإن شاء الله المبلغ هذا راح يكفي وأكثر. ونشكر جميع المحسنين والمتبرعين القائمين على هذا العمل الإنساني الخير في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات، ودائما دولة الإمارات سباقة في عمل الخير والإنسانية. وندعو طبعا حضرتك الله يسلمك وفريق عملك بالإضافة إلى المحسنين لمشاركتنا ميدانيا في عدد من الدول، سواء كان في حملة الجشتاء حول العالم أو في حملات أخرى لمشاركتنا ميدانيا في هذا العمل. أكرر أشكر وأشكر جميع العاملين على هذه المبادرة، وأتمنى لكم التوفيق، ونحن دائما داعمين لمبادرات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، ونحن شركاء مع المبادرات الأخرى في مشاريع كثيرة. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير، ونتمنى لكم التوفيق أخوي أبو فلة، ونحييك مرة ثانية. الله يعطيك العافية ويجزيك ألف خير يا الغالي، الله يعطيك العافية ويجزيك ألف خير. واجبنا. الله يعطيك العافية. وإن شاء الله إخواننا حول العالم يستفيدون من هذه المساعدة وتغطي لهم إن شاء الله بقدر أكبر إن شاء الله بدعمكم وبدعم المؤسسات الإنسانية داخل وخارج الدولة. بإذن الله الواحد الأحد. بإذن الله الواحد الأحد. وننتظر إن شاء الله منكم الفريق كنوا معانا إن شاء الله في الحملات الجاية. بإذن الله الواحد الأحد الغالي، بإذن الله بنكون معنا. والله يجزيك الخير ويجزيك الجميع إن شاء الله، نشوفكم على